هذا المشروع هو عبارة عن حلبة التزلج على مساحة 400 متر مربع عم نقوم فيها بقلب سوليدير بأسواق بيروت. تفتح أبوابها كل يوم من الساعة 12 الصبح لساعة 12 الظهر. تستقبل عالم من عمر 7 سنين لقد ما بدنا. ودورنا على فكرة جديدة منا جاي قبل على لبنان وفكرة كرييتيف. في كتير تجارب يعني نحن افتتحنا الخميس بالليل والجمعة تاني يوم كان في شتا كتير كان في عاصفة العالم اجت عملت سكيتينج تحت الشتا السبت كان الطقس كتير حلو فات لعنا حوالي 3000 شخص إذا مش أكتر العالم كتير حلو لعدة أسباب واحد منهم هو انه صرنا زمان ما عندنا ايس سكيتنج بلبنان اتليست 7 سنين الثاني سبب هو انه نحن ما عندنا ولا مره قايمين بهي التجربه الفريده اللي هو انه نعمل ايس رينك بالهواء الطلق المونيتورز موجودين عندنا نحن كل وقت ليساعدوا اي حدا بحاجه يقوم بال يمارس هيدي الهوايه حتى لو ما كان بيعرف يعملها هل بيج هيك 1 2 أول شيء أنا مدمنة بها هاي نوع الرياضة الرياضة كتير بتسلى وكتير فيها تشالنجز أكيد بس مع التمرين ومع الوقت الواحد بيكون أحسن وأحسن مثل أي رياضة كتير قريب على الرولر بس أكيد في سيرفس جليد شو ما عملت رح توقع بس بدك قوي قلبك يعني وقعت بس مو بسلك شيء Sunrise looks like morning But the clock's held 9:15 for now. Sunrise, couldn't tempt us. The entrance عنا هون 20,000 على الشخص 20,000 بيتضمنوا البوتس والسيفتي كنت اللي بيحتاجهم أي حدا ليفوت يعمل السجن اللي حوالي ساعة ونص which is enough لحتى واحد يمارس هاي الهواية ينبسط Come away with me in the night. Come away.